بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، كما هو له سبحانه وتعالى أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم بشهر رمضان المبارك الذي قضيتموه بين صيام وقيام وتلاوة وذكر، وأهنئكم بعيده السعيد، داعياً الله تبارك وتعالى أن يعيد تلك المناسبة على الكل بكليات الخير، وأن يجمعنا جميعاً في ظل عبادته في هذه الحياة الدنيا وفي جنان الخلد في الدار الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد كان آخر درس من الدروس التي تناولت موضوع حاجة البشرية إلى الإسلام وكونه الحل الأوحد لمشكلاتهم التي يرزحون تحت نيرها، كان آخر درس من هذه الدروس في الصلاة وتأثيرها على الفرد والمجتمع. وقد ذكرت قبل ذلك الدرس بأن الإنسانية اليوم تعيش في معاناة مستمرة وعنة زائد ومشقة ناتجة عن ضياع الحقيقة عندها وتغلب الأهواء على أفرادها ومجتمعاتها، حتى أصبح هذا الجنس البشري الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف في هذه الأرض وسخر له منافعها ومنافع الكون بأسره، أتعس حاله في هذا العصر مع فقدان الحقيقة من الحيوان الأعجم، بسبب أن الحيوان يهتدي بفطرته إلى ما تقتضيه مصلحته، بينما الإنسان إن استمر في عماه وظل في حيرته كان أبعد ما يكون عن مراعاة مصلحته. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن هذا الإنسان ميت إن لم يحيا بروح من هدى الله تبارك وتعالى. فقد قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان إن لم يحيا بهذا الهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى إلى عباده إذ أرسل به رسله وأنزل به كتبه، كان ميتاً وكان أعمى. ولذلك يقول الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والإنسان كما سبق في أكثر من درس هو كائن اجتماعي،
لا يمكن أن يستغني فرد من أفراد جنسه عن سائر الأفراد. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى حياة البشر حياة تفتقر إلى الترابط، فيكون هنالك ترابط بين الأسرة، ويكون هنالك ترابط بين المجتمع، ويكون هنالك ترابط بين الأمة. وبمقدار ما يكون هذا الترابط تنعم هذه الإنسانية، فالأسرة المترابطة تنعم باتحادها في حياتها الأسرية، وتكون أسرة متماسكة قوية يحسب لها حسابها في مجتمعها. والمجتمع الذي يتماسك بحيث يترابط أفراده وتترابط أسره أيضاً يكون مجتمعاً ينعم بحياته الاجتماعية، ويحسب له حسابه بين المجتمعات الأخرى في الأمة. والأمة التي تكون مترابطة متماسكة تكون أمة قوية عزيزة، أمة مثالية بين الأمم، أمة يحسب لها حساب بين جميع أفراد البشر. وعندما تعيش أسرة مفككة ضائعة تكون أسرة ذليلة مهينة. وكذلك المجتمع عندما يكون مجتمعا متفرقا تتنازعه الأهواء وتتقاسمه النزاعات يكون أمة يكون مجتمعا حائرا ضائعا ذليلا مهينا. والأمة كذلك عندما تكون أمة متمزقة تكون بمثابة الجسم الذي تمزعت أشلاؤه وتقطعت أوصاله، فلا صلة تربط بين عضو وعضو منه. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد وجوب وحدة الأمة في أحاسيسها جميعاً، كما أنها تتحد في عقيدتها وفي عباداتها وفي طاعتها لربها. ولا يمكن أن تتوحد مشاعر الأمة وتتوحد أحاسيسها إلا بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الرابطة لا تكون بين البشر إلا عندما توحدها عقيدة صحيحة، ويوحدها سلوك مستقيم. فأنى لها أن تتحد عندما تكون مختلفة في التصور، ومختلفة في الاتجاه، ومختلفة في النزعات. فوحدة التصور هو الذي تترتب عليه، وهي التي تترتب عليها وحدة الاتجاه. ووحدة الاتجاه هي التي تترتب عليها وحدة النزعات. فوحدة التصور إذن هي الأصل في هذا كله. ولذلك كانت العقيدة الحقة هي التي تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت، بينما العقائد المتنازعة هي التي تترك البشر أشلاء ممزعين وأوصالا مقطعين لا صلة تربط بين فئة وفئة منهم. والقرآن الكريم يدعو إلى هذه الوحدة، ويقرنها بتوحيد الله تبارك وتعالى. فكما أنه داعي إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم إشراك غيره معه، واتخاذ الإسلام ديناً من غير أن
يكون هنالك اتجاه إلى دين آخر، كذلك يدعو إلى وحدة الأمة، كما هو واضح في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويبين ما يؤول إليه التفرق والانقسام من الضعف، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك يبين أن هذا التفرق داء سرى إلى الأمم من قبل، وأن هذه الأمة محذرة من أن يصيبها ذلك الداء. فالله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويبين أن من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن ينحو منحه عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف. فالله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الذين يسلكون طرائق قدلا تتجاذبها الأهواء والنزعات، فهو سبحانه يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وهكذا نجد هذه الدعوة إلى تماسك الأمة وتآزرها واتحادها في كل شيء، نجد هذه الدعوة في الإسلام الحنيف من حيث صدى صوته الهادر الذي يرتفع بهذه الأمة عن سفاسف الأمور إلى درجات عليائها، ونجده أيضاً في كل جزئية من جزئيات التشريع المحكم لهذا الدين الحنيف. وكما قلنا من قبل، أركان الإسلام نجد فيها جميعاً ما يدعو هذه الأمة إلى الوحدة. ولئن كان الإنسان يدين لله سبحانه وتعالى مخلصاً بأداء كل ركن من هذه الأركان، فإنه عندما يؤدي هذا الركن على الوجه المشروع يسعى جاهداً في بناء الأمة الصالحة، الأمة المتماسكة، الأمة القوية، الأمة العزيزة، الأمة التي اتحدت في جميع أحاسيسها، فهي متحدة في آلامها وفي آمالها، ومتحدة في نفس الوقت في مبادئها وفي غاياتها. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق بعض أثر الصلاة الذي يدعو إلى التماسك ويدعو إلى الوحدة. ولئن كان الركن الثاني أو بالأحرى الركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فريضة مالية اجتماعية تؤدى من قبل الأغنياء إلى الفقراء من أجل تطهير نفوس الأغنياء قبل كل شيء من الشح والأثرة والاستبداد، ولأجل سد حاجات الفقراء ووصل قلوبهم بقلوب إخوانهم الأغنياء، بحيث يضمر هؤلاء الفقراء لإخوانهم الأغنياء المحبة والود بسبب ما يجري من نعمة الله تبارك وتعالى على أيديهم. وتعطف أيضاً قلوب الأغنياء على الفقراء، إذ تجعل هذه القلوب قلوباً سخية بالخير مياله إلى الإحسان،
لا تشتفي من ألم الشعور بحرمان طبقات من الناس من الخير والرفاه إلا بهذا الإحسان، حتى يتساوى الناس جميعا في النعمة ويتساووا جميعا في النهل من خير الله تبارك وتعالى الذي جعله في هذه الأرض. لأن كانت الزكاة لها هذا الدور فهي بطبيعة الحال بحاجة إلى أن توضح الجوانب التي تخدم الوحدة الإنسانية فيها، ولكن مع هذا لا نغادر في درسنا هذا موضوع الصلاة، فلا ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام أو الركن الثاني من الأركان العملية للإسلام وهو الزكاة، بل نبقى مع الركن الثاني من أركان الإسلام أو الركن الأول من أركانه العملية وهو الصلاة. فالصلاة كما قلت في ذلك الدرس تؤدي هذا الغرض وتجعل الأمة أمة متماسكة، أمة قوية، أمة بمثابة ذرات الحديد التي لو وقع عليها أي شيء كان لم يفرق بينها، فالشمس لا تصهرها والماء لا يذيبها، إنما تبقى متماسكة سواء لفحتها الشمس بحرارتها أو طم عليها طوفان من الماء، تبقى على أي حال متماسكة بخلاف الذرات الترابية مثلا. لأن كان أمر هذه العبادة هكذا فإن ذلك إنما يكون مع أدائها بالطريقة المشروعة والمحافظة على جميع واجباتها كما سبق ذكر ذلك. ومن واجبات الصلاة أداؤها في الجماعات، فإن الله سبحانه وتعالى لأمر ما شرع الصلاة في الجماعات، ويوحي القرآن الكريم إلى أن المسلم عندما يوجه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى يشعر بهذه الوحدة الإيمانية التي تربط بينه وبين إخوانه المسلمين. فالله تعالى عندما علمنا كيف نوجه العبادة إليه علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة توجه إلى الله بهذه الصيغة الجماعية ولا توجه إليه بالصيغة الفردية، فلا يقول العابد الحانث المتحنث في عبادته إياك أعبد، وإنما يقول إياك نعبد، لأنه فرد من أمة تلاحمت قلوب أفرادها فصارت كقلب رجل واحد. ولذلك عند ما يعبر لسان أي أحدهم لا يعبر عن لسان فرد، وإنما يعبر عن لسان جمع، فكل لسان من هذه الألسنة إنما هو لسان للأمة بأسرها ليس لسانا للفرد فحسب. فالإنسان المسلم الذي ارتضى هذا الدين الحنيف ليكون منهجا له في حياته، وارتضى عقيدته الصحيحة لأن تكون مبدأ له في جميع أموره، عندما يعبر عن شيء إنما يعبر عن لسان الأمة، فلسانه ليس لسانا له وحده وإنما هو لسان الأمة. فلذلك يقول الإنسان وهو يوجه هذه العبادة إلى الله تبارك وتعالى إياك نعبد. وكذلك عندما يستعين لا يستعين لنفسه فحسب، وإنما يستعين له وللأمة جميعا، فلذلك يقول وإياك نستعين.
فهو يرغب أن تكون الأمة كلها على الطريق السوي الصحيح، وأن تكون الأمة كلها تنعم بالخير. فالمؤمن لا يصل إلى درجات الإيمان حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره، ولا ريب أن المؤمن يحب لنفسه خير الآخرة أكثر مما يحب لنفسه خير الأولى. ولذلك عندما يوجه العبادة إلى الله يوجهها بصيغة جماعية، وعندما يستعين بالله على نفسه وعلى شيطانه وعلى تحديات هذه الدنيا وصروف هذا الدهر ومكائد هذا الزمن، إنما يخاطب الله سبحانه وتعالى بلسان الكل، لا يخاطبه بلسان الفرد. فكان ذلك متلائماً كل الملائمة مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى بمظهر جماعي عندما يؤدي الإنسان هذه العبادة، كما يخاطب الله سبحانه وتعالى بلسان الجماعة عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لأجل هذه الحكمة البالغة شرعت صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تزيد هذه الأمة تماسكا، وتزيدها قوة، وتزيدها عزة، وتزيد هذه النفوس صفاء وإخلاصا، لأن كل نفس من هذه النفوس تتطهر من أدرانها عندما تؤدي هذه الصلاة بهذه الطريقة الجماعية. ومن يسهل في هذا الخير؟ ومن الذي لا يرغب في الانضمام إلى سلك هذا النظام الذي يجمع هذه المجموعات البشرية ويوحد بينها في حركاتها جميعاً؟ فالمأمومون يتحركون بتحرك الإمام، يركع الإمام ويركعون وراءه في نظام واحد رتيب، ويرفع ويرفعون معه، ويسجد ويسجدون معه، ويرفع ويرفعون معه، وهكذا في جميع أعمال الصلاة ينتظمون في حركاتهم، وكذلك ينتظمون في أقوالهم كما ينتظمون في أفعالهم. فهم يكبرون في وقت واحد، سواء كانت تلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، أو كانت تكبيرة انتقال من سائر تكبير الصلاة، ويقرؤون في وقت واحد، يتلون الفاتحة في وقت واحد، ويقرؤون أيضاً التشهد في وقت واحد، يأتون بأذكار الصلاة في وقت واحد. فمن الذي يزهد في هذا الخير، مع أن كل واحد منهم يشعر بما يشعر به الآخر؟ فكل واحد منهم يشعر أنه أمام الله، وأن مخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه يحرز الشرف العظيم بهذا الخطاب. ولئن كان الإنسان من شأنه أن يستلذ بمخاطبة وجهاء البشر وذوي المكانة بين الناس، فهو أحرى أن يحس بلذة تفوق كل لذة عندما يخاطب ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يسبح بحمده هذا الوجود بأسره. فالإنسان عندما يخاطب الله لا يلتئم شمله ببني جنسه الذين يجتمعون معه في هذا الخطاب فحسب، وإنما يلتئم شمله بهذا الكون بأسره. فالله أخبرنا عن هذا الكون بأنه جميعاً يسبح بحمده ويقدس له. فالله تعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيعهم. وكذلك يخبرنا عن هذا الكون بأنه بأسره يسجد لجلاله عز وجل. فالله تعالى يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس.
فعليه أن يكون من هؤلاء الذين يسجدون لله سبحانه لينتظم شمله بشمل الكون، ولتجتمع أحاسيسه مع أحاسيس إخوانه المؤمنين. فمن الذي يزهد في هذا الخير؟ ووجوب المحافظة على الصلوات في الجماعات أمر دلت عليه الأدلة الكثيرة، فإن الإشارة إلى ذلك موجودة في القرآن، والتصريح وارد بذلك في السنة. فالقرآن الكريم أشار إلى وجوب المحافظة على صلوات الجماعات، فقد حمل كثير من المفسرين على ذلك قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. قالوا بأن المراد بذلك أن يركع الإنسان مع الجماعة التي يصلي معها، والركوع هو ركن مهم من أركان الصلاة، فأشير به إلى الصلاة بأسرها، أي صلوا مع المصلين. وصلاة الإنسان مع المصلين تعني أن يصلي في الجماعات، فإن صلى بنفسه لم يكن مصلياً مع المصلين. وكذلك جاء مشيراً إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآيات تحدث العلماء في تفسيرها، وممن روى عن جماعة من التابعين أنها جاءت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من هذه الأمة، ابن جرير الطبري روى ذلك عن جماعة من التابعين، حتى أنه روى عن بعضهم أنه كان يقسم بأنها ما نزلت إلا في المتخلفين عن صلاة الجماعة من هذه الأمة، فهم يسمعون هذا النداء إلى الصلاة وهم سالمون قادرون على تلبية النداء، لا يمنعهم مانع من عرج أو مرض أو خوف أو أي شيء عن تلبية هذا الداعي، ولكنهم يتصاممون عنه، فهم يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون إلى السجود بقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهم قادرون على تلبية هذا الداعي والمسارعة إلى الانضمام مع الملبين، ولكن لهوى نفوسهم يتلكؤون عن ذلك ويتصاممون عن هذا النداء. فهم إذن مستحقون لهذا الوعيد: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومما يدل على ذلك أيضا من القرآن أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة إقامة الصلاة في الجماعات في أحرج المواقف وأدقها، عندما يتواجه الزحفان، زحف المؤمنين وزحف الكافرين، وكل واحد من الزحفين ينتظر الفرصة لينقض على الزحف الآخر. فهذا المقام مقام حرج ومقام خوف، ولكن مع ذلك شرعت صلاة الجماعة في هذه الحالة. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فما كان الداعي إلى إقامة الصلاة في الجماعة في مثل هذه الحالة لولا أنها واجبة؟ ومع هذا لا يمكن أن يجتمع المسلمون في وقت واحد ليؤدوا الصلاة في الجماعة منتظمين جميعا، ولكن تواجه طائفة منهم العدو حتى لا ينقض عليهم، وتؤدي الطائفة الأخرى جزءا من الصلاة مع الإمام، ثم تنصرف هذه الطائفة لتحل محل تلك الطائفة، وتأتي تلك الطائفة التي كانت مرابطة من قبل في مواجهة العدو لتؤدي الجزء الآخر من الصلاة، ثم يسلم الإمام فيسلم الجميع، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. فما الذي كان يدعو لأن تبقى هذه الطائفة في مواجهة العدو من أجل الحراسة في حال تأدية تلك الطائفة الأخرى للجزء الأول من الصلاة، ثم قبل الانفلات من الصلاة تنتقل تلك الطائفة إلى محل هذه الطائفة لتواجه العدو وهي لم تخرج من الصلاة، وكل واحدة من الطائفتين إنما تؤدي مع الإمام جزءاً من الصلاة ولا تؤدي كل الصلاة. ومع هذا كله فإن بإمكان الناس أن يصلوا فراداً صلاة تامة من غير أن يخرموا صلاتهم ومن غير أن يشتغلوا بشيء في أثناء صلاتهم، بحيث تكون هذه الطائفة تؤدي صلاتها تامة والطائفة الأخرى تؤدي صلاتها تامة بعد ما تحل إحدى الطائفتين محل الأخرى في مواجهة العدو. ولكن الله سبحانه وتعالى مع هذا كله شرع أداء الصلاة في الجماعة على هذا النحو الذي فيه خرم لجانب من الصلاة وانتقال من مكان إلى مكان مع مراعاة ما يجب على المصلي في صلاته من خشوع وتعلق القلب بالله سبحانه. ذلك كله دليل على أن صلاة الجماعة ليست من السنن المرغب فيها، بل وليست من السنن المؤكدة فحسب، وليست أيضاً من فروض الكفايات، وإنما هي من الواجبات العينية التي تتحتم على كل قادر على تلبية داعيها. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت صريحة كل الصراحة لتدل على هذا المعنى الذي أشارت إليه الآيات القرآنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع وأخرجه الشيخان وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الهم من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين بالنار يدل على أن هؤلاء تركوا واجباً عينياً عليهم. فلو أن هذا الذي تركوه مجرد رغيب من الرغائب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بهذه العقوبة الصارمة الشديدة في حقهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب المتخلفين عن السنن
المرغب فيها بمثل هذا العقاب، بل ولا بما هو قريب منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يترك بعض السنن مع رغبته عليه أفضل الصلاة والسلام في المحافظة عليها لأجل ألا تفرض على الناس، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام في الجماعات بعد ما اجتمع حوله جماعة من المؤمنين في الليلة الأولى التي اجتمعوا من أجل هذه الصلاة، وفي المرة الثانية كان الجمع أكثر، وفي المرة الثالثة حضر جمع أكثر من الجمع الأول، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم شفقة بهم لئلا يفرض عليهم قيام رمضان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بنفسه بعض السنن لا يداوم عليها حتى لا يظن الناس بأنها من الواجبات. فصلاة الضحى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة تامة حتى لا يظن الظانون بأنها من الواجبات. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن يكون صلى الله عليه وسلم قد كان يسبحها، أي يسبح هذه، يصلي هذه الصلاة. قالت: وإني لأسبحها وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها، أو كما قالت. بينما هنالك رواية أم هاني تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيتها 8 ركعات، فرواية الإثبات مقدمة، ولكن رواية عائشة إنما كانت تصور لنا ما وصلت إليه من العلم. ومع كونها مختلطة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومطلعة على أحواله، تخبر بأنه ما كان يسبح هذه الصلاة وإن كانت هي محافظة على تسبيحها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لئلا يظن الناس بأن هذه الصلاة واجبة فيكلفوا أنفسهم ما لم يكلفوا. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع هذا كله كان لا يحرص على أن يصلي الجماعة بنفسه فحسب ويداوم على صلاة الجماعة بنفسه فحسب، بل بجانب ذلك كان يهم بعقوبة من تخلف عن صلاة الجماعة بمثل هذا العمل المهول الذي تقشعر منه الجلود، وهو تحريق البيوت بالنار. فما كان هذا الهم منه صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن هذه الصلاة يجب أن يحافظ عليها في الجماعات. ولئن ادعى مدعٍ بأن تركه لما هم به يدل على خلاف ذلك، فإن ذلك مردود، بأن تركه صلى الله عليه وسلم ما هم به من عقاب على فعل شيء أو تركه لا يدل على جواز فعل ما هم بالعقاب على فعله، أو ثم تركه، أو عدم وجوب ما هم بالعقاب على تركه ثم تركه بعد ذلك، أي ترك ما هم به، وإنما يدل على أن هذا الترك إما لشفقة في نفسه صلى الله عليه وسلم، وإما لداء آخر. ففي الذي أراد أن يلم بجاريته وهي حامل من غيره قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، ولكنه لم يلعنه هذا اللعن. وما
هذا لا يمكن أن يقول قائل بأن الجارية التي هي حامل من غير سيدها يجوز لسيدها أن يلم بها، لا وجه لمثل هذا القول أبداً، فبالإجماع ذلك لا يجوز. وما كان تركه صلى الله عليه وسلم لما هم به من تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار إلا بدافع من شفقته عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد بيّن أن هذه الشفقة ليست شفقة على هؤلاء المصرين على ترك الصلاة في الجماعات، وإنما كانت شفقة منه صلى الله عليه وسلم بغيره، فقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام مشفقاً على من في بيوتهم من الأطفال، ومشفقاً على من في بيوتهم من النساء، فالأطفال لا ينوؤون بوزر، فهم لم يكلفوا شيئاً، إذ التكليف ساقط عنهم إلى أن يحتلموا، وأما النساء فطبيعة حالهن لا تستدعي فرض صلاة الجماعة عليهن، لأنهن ينؤن بأعباء من أعمال بيتية، ولذلك كان للمرأة أن تتخلف عن صلاة الجماعة وأن تصلي في بيتها، فإذا لا الأطفال وازرون ولا النساء وازرات، لا هؤلاء من أهل الوزر ولا هؤلاء من أهل الوزر، وبناء على ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم من هذا الذي هم به. وقد دلت على ذلك رواية وإن كانت لا تخلو من مقال أخرجها الإمام أحمد في سياق هذا الحديث نفسه، جاء فيها: ولولا من بيوتي من الذرية والنساء لأمرت فتيتي أن يحطبوا حطبا إلى آخر الحديث. فهذه الرواية تدل على أن الترك منه صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الغرض، ولا يقال بأنه صلى الله عليه وسلم أيضا هم أن يترك صلاة الجماعة لانصرافه إلى أولئك المتخلفين عنها، وتركه لها دليل على أنها غير واجبة على الأعيان، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء ربما ترك الشيء لأجل ما هو أوجب منه، فهو يريد الحرص العام على صلاة الجماعة، عندما يتركها لأجل معاقبة المتخلفين عنها يحرص على أن تنتظم هذه الصلاة في الجماعات باستمرار، وأن لا يكون هنالك تخلف عنها. ثم إن ذهابه إلى تحريق بيوتهم بالنار لا يمانع من أن يستدرك صلاتها بالذين معه في القيام بهذه المهمة، إذ يمكنهم أن يقوموا بأنفسهم بصلاة الجماعة، فيجمع ما بين الحسنيين، ما بين تغيير المنكر وما بين المحافظة على الواجب. وأحاديث أخرى كثيرة متعددة تدل على هذا المعنى نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوم وشكى إليه ما شكى من كونه شاسع الدار وضرير البصر، وأن المدينة كثيرة الهوام وكثيرة السباع، وأنه لا يجد قائداً يلائمه أو لا يجد قائداً كما جاء في بعض الروايات، وطلب منه أن يسمح له بأن يصلي في بيته، سأله: أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما هم بالانصراف ناداه صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تسمع النداء؟ قال له: نعم. قال له: أجب إذن فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا الرجل الذي شك ما شك من عمى بصره وشسوع داره وكثرة الهوام وكثرة السباع بالمدينة
وقد صرح له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد له عذرا في أن يصلي في بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأمرك ومطلعا على طبيعته، فكان عارفا بأنه بإمكانه أن يهتدي إلى المسجد وأن يتوقع الضرر في ذهابه إلى المسجد، ومع ذلك كله وهذا، وإذا كان هذا التشديد في حق هذا الرجل الذي شكى ما شكى، فكيف بغيره من المبصرين الذين لا يعوقهم عائق من الذهاب إلى المساجد في وضح النهار أو تحت أشعة الأضواء في الليل؟ فهؤلاء أقدر بأن تكون صلاة الجماعة واجبة عليهم جميعا وأن لا ينفس لأحد منهم في التخلف عنها. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافرين بإقامتها، بل يأمر اثنين من المسافرين بإقامتها في الجماعة، فقد جاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل يودعه بأنه عاقد عزمه على السفر، وكان مع أخيه، جاء إليه ليودعه بأنه عاقد عزمه على السفر بصحبة أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أفضلكما، وفي رواية أخرى وليأمكما أكبركما. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أكبرهما أفضلهما، فلذلك قال له وليأمكما أكبركما في إحدى الروايات، وفي الرواية الأخرى وليأمكما أفضلكما. والحديث أخرجه الجماعة. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر المسافرين، بل يأمر اثنين من المسافرين بإقامة الصلاة في الجماعات، والسفر مظنة المشقة، ولذلك أسقط الله تبارك وتعالى عن المسافر شطر الصلاة فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه على هذه الأمة، فكيف بالمقيمين مع أن السفر في ذلك الوقت كان مظنة المشقة كما هو معلوم، إذ لم يكن السفر بالبواخر البخارية أو بالطائرات التي تقطع المسافات في المدة القصيرة، وإنما كان السفر على ظهور الدواب أو كان مشياً على الأقدام، ولئن كان في البحر فهو على ألواح البحر التي تترامى بالإنسان ميمنة وميسرة في وسط الأمواج. ومع ذلك كله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حالة السفر بإقامة الصلاة في الجماعات، فكيف بغير المسافرين؟ والمسافر هنا رجل وأخوه فقط، والسفر في ذلك الوقت كان أيضاً مظنة الخوف، لأن المشركين ما زالت لهم فلول وكانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر، فلا يؤمن بأسهم ولا تؤمن غائلتهم. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين المسافرين بأن يؤذنا ويقيما وأن يأمهما أفضلهما. وقد جاء في رواية من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر الحافظ بأنها على شرط مسلم، جاء في هذه الرواية: من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل له: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فليس هنالك عذر يمنع الإنسان من أن يصلي في الجماعة
إلا هذان العذران اللذان نص عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الخوف والمرض. فعندما يكون الإنسان مريضاً لا يكلف بأن يصلي في الجماعة، وعندما يكون خائفاً يخشى من عدوه أن يقطع عليه الطريق أو أن يناله بسوء، فلا يكلف أيضاً أن يخرج من أجل صلاة الجماعة. أما مع أمنه ومع صحته فلا يباح له أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة. وتكفي تلك المحافظة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاته على أداء الصلوات في الجماعات. وقد خرج عليه أفضل الصلاة والسلام إلى المسجد وهو يتوكأ على رجلين من أصحابه في شدة مرضه صلى الله عليه وسلم. عندما أنس شيئا من القوة خرج من أجل المحافظة على صلاة الجماعة، ولم يترك صلاة الجماعة في أي وقت من الأوقات إلا في وقت شدة مرضه. وعندما أنس شيئا من القوة خرج مع الجماعة ليصلي معهم هذه الصلاة وهو يتوكأ على رجلين من أصحابه. وما كان صلى الله عليه وسلم يداوم على عمل مداومة كهذه المداومة إلا عندما يكون ذلك العمل واجبا، حتى لا يظن الناس ما ليس بواجب واجبا. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هدي أصحابه أيضا كان المحافظة على صلاة الجماعة، كما نص على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يعكس هدي أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد قال ابن مسعود كما أخرج الجماعة إلا البخاري والترمذي: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليت في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقيمه في الصف. يعني أن السائل في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من تخلف عن صلاة الجماعة كان من المنافقين، والذي لم يكن من المنافقين ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بأن أثقل صلاة عليهم صلاة العتمة وصلاة الصبح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذه الآية الفاصلة ما بين المؤمنين وما بين المنافقين، كان المنافقون تشق عليهم صلاة العتمة لأنها كانت في وقت متأخر من الليل، فلربما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، ولربما أخرها أحياناً إلى نصف الليل، والناس كانوا يعانون في ذلك الوقت مشقة العمل في النهار، فنفوسهم ترغب في الإسراع إلى الراحة في أول الليل. وصلاة الصبح أيضاً تثقل عليهم بسبب أنها تقتطع جزءاً من وقت راحتهم، فلذلك كانت ثقيلة على المنافقين، بينما المؤمنون يخفون لهاتين الصلاتين
فضلا عن غيرهما. فلذلك كان الفارق ما بين المؤمنين وبين المنافقين شهود العتمة أي صلاة العشاء، والصبح أي صلاة الفجر. ونجد روايات متناثرة في عدد من الكتب عن الصحابة وكيف كان حرصهم على أداء الصلوات في الجماعات، بل يكفي قول ابن مسعود: ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقيمه في الصف. أي كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكى على رجلين من شدة المرض حتى يذهب به إلى صلاة الجماعة ويقيمه في الصف، رغبة من هذا الرجل في أن لا يفوته الخير الذي يناله بحضور الجماعة، ورغبة منه في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي عندما أنس شيئا من الراحة ذهب إلى المسجد وهو يتوكأ بين رجلين من أصحابه. وجدنا روايات متناثرة عن كثير من الصحابة تدل على أن الفكرة السائدة عندهم بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فقد جاء في بعض الروايات عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذهب فإذا به يجد عند رجوعه الجماعة قد صلت العصر، فشق عليه الأمر مشقة بالغة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن عمر لم يحرم من صلاة الجماعة إلا لذنب ارتكبه. أشهدكم بأن حائطي صدقة على الفقراء والمساكين ليكفر الله خطيئة عمر. وجاء أيضا في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن تمتلئ أذن أحدكم نحاسا مذابا خير له من أن يسمع النداء إلى الصلاة ثم لا يجيب. وهكذا نجد الروايات عن عدد من الصحابة تدل على ما وصلوا إليه من الشدة في المحافظة على صلاة الجماعة وعدم التفريط فيها. وصلاة الجماعة كما قلت هي داعية إلى وحدة الأمة وانتظام جمعهم وترابط قلوبهم، ذلك لأن من طبيعة البشر أن تتنافر قلوبهم عندما يبتعد بعضهم عن بعض، وأن تتآلف عندما يلتقي بعضهم ببعض. ولئن كان هذا اللقاء في مصلحة أخروية من أجل عبادة يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قلوبهم أحرى في هذه الحالة أن تأتلف وأحرى أن تصفو. فصلاة الجماعة عندما تحضر الجماعة في المسجد الواحد وينتظمون جميعا في جميع أفعالهم وفي جميع أقوالهم تلاوة وذكرا وركوعا وسجودا وقياما وقعودا، لا بد من أن تأتلف قلوبهم كما أتلفت أبدانهم وأتلفت ألسنتهم عندما توحدوا في القول وفي العمل. ووقوف بعضهم إلى جنب بعض يحطم الحواجز بينهم. فصلاة الجماعة تجمع ما بين فئات البشر، ما بين الأقوياء والضعفاء، ما بين الأغنياء والفقراء، ما بين المالكين والمملوكين أي ما بين السادة والأرقاء، ما بين البيض والسود بحيث لا يفصل بينهم فاصل، فتتحطم الحواجز وتزول النعرات التي تفرق بينهم
ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى الأذان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه حتى يحس الناس بأن هذه الصلاة تجمع وأنها توحد وأنها تقتضي عدم التفرقة ما بين الأقوياء والضعفاء وعدم التفرقة ما بين البيض والسود، فإن جميعا عباد الله تعالى، فلذلك يمثلون بين يدي الله ويقفون أمامه، لا فرق بين أحدهم وأحدهم، لا بين قويهم وضعيفهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين مالكهم ومملوكهم، ولا بين حاكمهم ومحكومهم، إنما هم إخوان في ذات الله تبارك وتعالى. وبهذا يباين الإسلام التفرقة العنصرية التي توجد في الديانات الأخرى. فإلى هذا الوقت أو إلى وقت قريب من هذا الوقت لا تزال في الدول التي تباهي العالم بالديمقراطية كما يزعمون، لا تزال هنالك تفرقة حتى في الكنائس التي يعتقدون فيها مناجاة الله تبارك وتعالى، لا يزال هنالك التباين والافتراق بحيث يفصل ما بين جنس وجنس، فكنائس البيض تكون على حدة وكنائس السود تكون على حدة. فالإسلام بريء من ذلك، إنما الإسلام يجعل الناس سواسية أمام الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليست هذه نظرية الدعاء ولا تطبق، إنما هذا منهج يتبع. ومن تجسيد هذا المنهج واتباعه هذه الصلاة التي يتقدم فيها الحاكم ويتقدم فيها المحكوم ويتقدم فيها الغني ويتقدم فيها الفقير ويتقدم فيها القوي ويتقدم فيها الضعيف ويتقدم فيها الأسود ويتقدم فيها الأبيض، لا فرق بين أحد وأحد إلا بقدر ما تزكو نفس كل واحد من هؤلاء، وإلا فهم جميعا إخوان في ذات الله تبارك وتعالى. فإذا هذا العالم الذي يشرف الآن على الانتحار إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى بلطفه، لا ينقذه من هذه الورطة التي وقع فيها إلا الإسلام، ولا ينتشله من ضياعه إلا الإسلام. فالمبادئ الأخرى لا يمكن أن تنتشل هذا العالم، ولا يمكن أن تجمع هذه الفئات المتبعثرة المشتتة، لا يمكن أن تجمع هذه القلوب المتفرقة، لا يمكن أن تجمع ما بين هذه الاتجاهات المتباينة. إنما الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يجمع، وهو الذي يمكن أن يحل كل مشكلة من مشكلات هذا العالم. فإذا منهج الإسلام هو المنهج الأوحد الذي لا يشاركه أي منهج آخر يمكن أن يصل بالإنسان إلى ما لا يتصوره من طمأنينة النفس، ولا يتصوره من استقرار البال، ولا يتصوره من اجتماع الشمل، ولا يتصوره من الانتظام في سلك واحد ما بين الجميع، بحيث يلتقي الجميع الأقوياء والضعفاء على اختلاف على تباين الناس في طبقاتهم واختلافهم في مشاربهم وفي طبائعهم. لا يمكن أن يجمع ما بين هذه الفئات إلا الإسلام، دين الله تعالى الحق. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستمساك بحبله المتين واتباع نوره المبين، وأن يحيينا ويميتنا على ذلك، إنه تعالى على كل شيء قدير.